على القرآن، على القرآن، على القرآن محياي، على القرآن، على القرآن، على القرآن محياي، على القرآن محياي، وترتيلي ونجواي شعاع في حناياي، ضياء في محياي، لديني ثم دنياي، على القرآن، على القرآن، على القرآن محياي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف أصحبكم معي على مدى حلقات أو أحاديث نتحدث فيها عن تاريخ الإخوان المسلمين، وعنوان الذي اخترناه هو قراءة في تاريخ الإخوان، لأني لا أزعم أني سأغطي كل شيء. نحن نتحدث عن حركة إصلاحية كبيرة بلغت من العمر 90 عاما أو كادت، وكانت وما زالت في قلب الأحداث، مرت بتجارب كثيرة وتعرضت لمحن وابتلاءات، وآخر ما تعرضت له في السنوات الماضية هو المؤامرة التي تعرض لها الجماعة عقب أو مع الإطاحة بالرئيس المصري الدكتور محمد مرسي. ومن يومها وهناك تصاعد شديد في الحملة الإعلامية والسياسية ضد الجماعة لتجريمها وشيطنتها وإعادة كتابة تاريخها بالشكل الذي يرتضيه خصومها السياسيون ومن لا يعجبهم توجهها الفكري والإسلامي. وأنا لن أحاول أن أكون منحازا لفئة أو أخرى، وإنما أشعر أن واجبي كمؤرخ أن أعرض الحقائق، وأن في نفس الوقت لا أجد غضاضة أبدا من أن أظهر رأي الإخوان وأشرح المواقف الغامضة أو التي التبست عند الناس، ما يسمى عادة في الدراسات الاجتماعية الشبهات. نحاول نكتشف هذه الشبهات وحقيقتها، فإما نصل إلى جلاء غموضها وإلى الحقيقة، أو أننا نقف على أسباب والدوافع التي أوجدت مثل هذه المساحة الرمادية ما بين الأبيض والأسود. وهذا أيضا من المكاسب التي نستفيدها من دراسة علم التاريخ. عندما أقول هذا أشعر أن هذا فيه بعد أخلاقي، لأن الجماعة ممنوع عليها أن تتحدث عن وجهة نظرها أو تدافع عن موقفها وتوضح قراراتها وآرائها وأفكارها، وذلك بحكم القوة، لأن السلطة الجديدة في مصر قد اعتقلت أعدادا ضخمة وكبيرة من الإخوان من قياداتهم وأعضائهم، وهناك أيضا عدد كبير اضطر إلى النجاة بنفسه بأن ترك البلاد وغادرها. وكما أن المواجهة أو الحملات الأمنية التي شنت على الجماعة وعلى احتجاجاتها واعتصاماتها شابها القوة المفرطة من جانب الحكم الجديد عن طريق استخدام الجيش والأجهزة الأمنية، مما أسفر عن سقوط مئات من الضحايا ومصاب آلاف من الناس الذين إما انتموا للإخوان
أو كانوا من المتعاطفين مع الرئيس مرسي ومع حكمه، وكونوا ما سمي بتحالف من دعم الشرعية. إذن الصوت الواحد السائد الآن لا يليق أو لا يصلح لأن يوجه حكمنا على حركة مثل هذه أو على الأحداث الخطيرة التي تمر بالبلاد العربية بعامة وبمصر بصفة خاصة، لأنه بيعبر عن اتجاه متسلط ولا يسمح للمهتم بشؤون بلاده أن يطلع على الأمور من جوانبها المختلفة حتى يأتي حكمه صادقا. بعد هذه المقدمة الطويلة نبدأ في الكلام عن تاريخ الجماعة لنتعرف عن أهم المحطات في هذا التاريخ. نتكلم أيضا عن تطور الذي سارت فيه هذه الحركة الإصلاحية، وكيف نمت من جمعية اجتماعية صغيرة أشبه بالجمعيات الخيرية المختلفة إلى أن أصبحت كبرى الحركات الإسلامية الإصلاحية في عصرنا الحديث قاطبة. البداية طبعا مع المؤسس للحركة أو للجماعة الشيخ حسن البنا. الشيخ حسن البنا من ريف مصر، من محافظة البحيرة، والداه من قرية اسمها شمشرة وهي مركز فوة. طبعا حدث تعديل في النظام الإداري في مصر في مطلع القرن الماضي العشرين. كانت هذه المنطقة هي مركز فوة، هذا كان تبع محافظة أو كان وقت ذاك اسمها مديرية الغربية، ثم أنشئت بعد ذلك مديرية جديدة اللي هي الفؤادية التي نعرفها الآن باسم كفر الشيخ، فأصبحت في التنظيم الجديد فوة وأعملها من كفر الشيخ أو الفؤادية. لكن حسن البنا لم يعش في شمشة، لأن والده انتقل قبيل أن يرزق به عبر النيل إلى الضفة الأخرى، إلى قرية أو بلدة أخرى اسمها المحمودية، وهي بلدة من البحيرة لا تبعد كثيرا عن دمنهور كبرى مدن البحيرة. والوالد الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا اشتهر أيضا باسم الساعاتي، لأنه كان يحترف أو كان يتكسب رزقه عن طريق إصلاح الساعات. والبنا اسمه حسن، الشيخ البنا هو أكبر أولاده. من بين أشقاء الأستاذ حسن البنا أخوه الذي يليه عبد الرحمن. عبد الرحمن احتفظ باسم الساعاتي، فيعرف أيضا بعبد الرحمن الساعدي أو عبد الرحمن البنا الساعدي. الشيخ حسن البنا نشأ في بيئة دينية تهتم بالعلم، لأن أباه برغم أنه كان يتكسب عن طريق الساعات إلا أنه كان عالما وكان شيخا مهتما بالأحاديث وبعلم الحديث، وله مصنفات في ذلك، ودرس وألف أكثر من كتاب في المسانيد المختلفة، بدءا بمسند الإمام الشافعي ثم مسند الإمام حنبل وهكذا. وكان حريصا على تنشئة أولاده على الإسلام وعلى التدين السليم. حسن باعتباره أكبر الأبناء طبعا نال أكبر العناية وأولها، وهذا دائما المعتاد في أي أسرة أن الابن الأكبر يكون عنده حظ أكثر، لأنه في يعني لا ليس بعده أحد أو ليس معه أحد آخر يشاركه. وحسن كان موفقا في هذا، أو كان محظوظا بأنه وجد هذه البيئة، وكان
ظهرت عليه علامات النضوج، وكان أبوه يغذي في هذه الروح، يعامله باعتباره أنه نضج وأنه رجل، أو أنه سيكون الرجل المستقبل في غضون سنوات، فكان يعده لذلك. وكان النتيجة لذلك، لهذا التدين ولهذه العلاقة الندية والمتكافئة مع الوالد والاهتمام به، أن ظهر علامات الجد والاجتهاد على حسن. ومن الأمور التي استندنا إليها ونستند إليها كل من درس السنوات المبكرة من حياة حسن البنا، الكتاب الذي أصدره بعنوان مذكرات الدعوة والداعية. هذا الكتاب كان ترجمة ذاتية، رجل يكتب حياته. والحقيقة أن امتازت هذه المذكرات بالبساطة وبالوضوح، كما أن الرجل كان صريحا ولم يحاول أن يصطنع لنفسه مجدا أو خصوصية، وباح لنا بكل ما قابله من صعاب وعقبات، كما أنه أثنى بالفضل على كل من كان له فضل عليه، حتى لو كان تعلم منه شيئا بسيطا. ذكر هذا: وأعطى كل ذي حق حقه. المذكرات بدأ كتابتها بعد عام 43، كما يقول في مقدمة كتابه، يعني كان المسألة هذه قبل استشهاده ببضع سنوات، واستشهد في عام 49، فيعني كان الرجل 43، كان عمره 37 عاما في ذلك الوقت. ويبدو أنه كان حاول محاولة سابقة لكتابة المذكرات، فكتب بعض المقالات عن حياته، وذكر أنه عندما حدثت أزمة في الأربعينات واعتقل أو فتشت أوراقه وصادرتها الشرطة، فقد هذه الأوراق، ولذلك كان مترددا في إعادة الكتابة. لكنه رأى أن هذا التردد قد يحرم الناس من التعرف على هذه التجربة التي مر بها، فآثر أن يعرض نفسه للخطر مرة أخرى. والخطر جاء لأنه عندما استولى المحققون أو استولت الشرطة على أوراق المذكرات الأولى، اتخذوا مادة مكتوبة فيها كدليل لمحاولة لإدانته بالتهم التي كانوا يعدونها له، ولم يتمكنوا، لأنه كما قال الشيخ حسن أنهم كانوا يتأسفون في تفسير وتأويل الكلمات الواردة في المذكرات. لكنه رأى أن ينصح غيره بالاحتراس، إذا كان يعمل في العمل العام أو أنه له آراء تخالف المتسلطون على مقدرات البلاد أو كذا، أنه يعني لا يعطي لهم مادة قد يستخدمونها لإدانته أو اضطهاده. على كل المذكرات أعيد طبعها أكثر من مرة، ويقص فيها الشيخ بنا علينا كيف أنه بدأ بدايته الأولى في الكتاب والكتاتيب، يعني مدارس أو معاهد أهلية تعنى بتحفيظ الأطفال كتاب الله، ويدخلونها من سن مبكرة، بحيث الفكرة أن العقلية تكون يعني في ذلك الوقت مستعدة للتقبل وللحفظ، لأنه الإنسان لا يصبح مشغولا بعد بمشاغل الحياة وتكاليفها، وتكون ذاكرة الطفل أو الولد يعني بيضاء، كصفحة بيضاء لم تشغلها مشاغل ولا اهتمامات أخرى، وبالتالي الحفظ
في تلك السن المبكرة يكون من أفضل الوسائل، والتي إذا نجح فيها الفتى فإن ما حفظه يبقى معه طول العمر. على كل، هو دخل الكتاتيب هذه، وبعد قليل التحق في مدرسة هي أشبه بالكتاب ولكنها تتفوق عليه في أشياء أكثر، مدرسة اسمها مدرسة الرشاد، وصاحبها وشيخها الشيخ محمد زهران. بقي فيها الشيخ حسن بنا 4 سنوات، تمكن فيها من حفظ نصف القرآن من أوله إلى سورة الإسراء. يقص علينا الشيخ حسن بنا كيف أن الشيخ زهران كان نسيج وحده، لأنه لم يكن كالشيوخ التقليديين، وإنما كان مهتما برعاية الأولاد وحسن تربيتهم وبتعليمهم وتنمية ملكاتهم وإظهار شخصيتهم وتقويتها. وهذه أمور كلها تحتاج إلى عقلية تربوية وانفتاح على مدارس المتقدمة في التربية والتعليم. والشيخ محمد زهران كان عنده من الدوافع الشخصية ومن حسن الإدراك ما جعله يصل إلى هذه الأمور أو إلى ما تتميز به دون أن يكون عنده شهادات في التربية أو غيرها. ولذلك كان تأثيره كبير، برغم أنه كان كفيفا لكنه كان يتحرك كثيرا ويتحدث ويثير في وجدان الصغار الرغبة في العلم والتعلم، ويشجعهم بكل وسيلة ممكنة على ذلك. وكانت مناهج في مدرسة الرشاد التي درس فيها 4 سنوات أوسع بكثير مما في الكتاب، وتشبه ما هو موجود في المدارس الحكومية من حيث توسع في مواد أخرى كالرياضيات والجغرافيا والتاريخ وما إلى ذلك. فهذه وسعت مدارك حسن بنا وأعطته فرصة طيبة ليزداد علما. بوصوله لسن 12 سنة قرر البنا أن يترك المدرسة ويلتحق بمدرسة جديدة تسمى المدرسة الإعدادية. والمدرسة الإعدادية كانت تابعة للحكومة، ولكن كان فيها استعدادات أكبر وإمكانات أكبر، وكان أيضا فيها مجال أكثر من تنوع في الموضوعات. ويبدو أن طموح البنا وتفوقه في الرشاد جعله يتطلع إلى ما هو أصعب ويقابله بتحدي يعني. فكان اهتمامه بأن يحصل المزيد و يعني يستفيد بهذه المنحة الربانية من ذكاء ومثابرة في أن يحقق لنفسه تعليما أفضل. فترك مدرسة الرشاد والتحق بالمدرسة الإعدادية، بقي فيها عامان، وكانت أيضا تجربة ثرية من حيث أنه تتلمذ فيها على أساتذة أفاضل تركوا في نفسه أثرا كبيرا وتعلم منهم الكثير، وقد أعطى أمثلة على ذلك وكيف أنهم كانوا يشجعون الطالب المتفوق ويرعونه حق الرعاية. وقد لقي هذا عندما أظهر جده واجتهاده في تلك المدرسة. إلا أنه بعد عامين ألغيت المدارس الإعدادية هذه، كانت تجربة قصيرة العمر، وأدخلت الحكومة نظاما آخر. عندها رأى حسن البنا أن يتجه ناحية التأهل لوظيفة يعمل
يقومه. فكان المتاح أمامه أمرين أو أمران. الأمر الأول أن يدخل المعاهد الدينية الأزهرية ليصبح شيخا أزهريا، وكان أقرب الفروع المعاهد الأزهر إليه في ذلك الوقت من معهد اسكندرية الديني. الخيار الآخر كان أن يتجه لدراسة التعليم، ليتأهل معلما أو مدرسا في المدارس الابتدائية، والسبيل إلى ذلك أن يدرس 3 سنوات في مدرسة المعلمين الأولية، وكانت في دمنهور أقرب من الإسكندرية، يعني بضع كيلومترات، حوالي 20 كيلو تقريبا من المحمودية. ففضل الأخيرة والتحق بمدرسة المعلمين الأولية، وبقي فيها 3 أعوام. كان دخلها قبل أن يكمل 14 من عمره بقليل، وتخرج منها وهو دون 17 بأشهر قليلة. لكن لم تكن المدرسة مجرد مكان ينضج فيه البنا أكثر ويزداد الوعي فيه، وإنما كانت أيضا فرصة لاحتكاك أكبر مع أساتذة من نوع مختلف، ومع أقران أيضا من نوع مختلف. والانتقال إلى دمنهور أيضا كان له أثره، فبعد بلدة المحمودية الصغيرة هو الآن في بلدة أكبر أو مدينة قل صغيرة، وهي دمنهور. كان يقضي فيها كل أسبوع كل الأيام حتى منتصف يوم الخميس، ثم يعود فيبقى نصف الخميس وكل الجمعة مع أهله في المحمودية، ليعود مرة أخرى في صباح السبت إلى دمنهور. وواضح جدا أنه لم يكن يعرف نصيبا من اللهو أو تضييع الوقت، فكان عندما يعود إلى المحمودية يقضي اليوم والنصف في عمل وفي نشاط آخر. العمل كان يحبه هو إصلاح الساعات كأبيه، فكان يذهب ويعمل في الدكان، وكان له أيضا معارف وأصدقاء يجدد العهد معهم. من الأمور التي جدت عليه في أثناء فترة المعلمين أنه التحق بالطريقة الصوفية اسمها الطريقة الحصافية، وكانت إحدى الطرق الشاذلية، وكان شيخها الشيخ حسنين الحصافي هو مؤسسها. ولما توفي في تلك الآونة خلفه ابنه الشيخ عبد الوهاب الحصافي. وامتازت هذه الطريقة وامتاز صاحبها بأنها كانت أبعد ما تكون عن البدع والخرافات، وكان مؤسسها ذو عقل راجح يميل إلى الأخذ بطريقة السلف في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، وكان أيضا منفتحا على العالم، وكان يحب أن يدعو أتباعه لاستعمال العقل وإلى أن يبتعدوا عن الخلافات وعن الجدال العقيم الذي لا طائل وراءه. وقد ورث وتعلم حسن البنا هذه الأشياء في تلك المدرسة. ولا شك أن التراث الصوفي والتربية الروحية التي تلقاها في الطريقة الحصافية كان لها أثر على شخصيته وتكوينه، بل واستطاع أن يستفيد من هذه التجربة عندما أسس جمعية الإخوان، ولعله عبر عن هذه العلاقة يوما عندما وصف جماعة الإخوان بأنها حقيقة
صوفية وطريقة سلفية. أما طريقة سلفية فلأنها تتبع طريق السلف الصالح من التمسك بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أنها حقيقة صوفية فليقصد بها أن ما يعنيه الصوفيون من تحقق المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى في نفوس المتصوفين التي تأتي عن طريق تزكية النفوس والمثابرة على ذكر الله سبحانه وتعالى ونبذ الدنيا وملاهيها، هو رأى أن هذه أيضا تكون جزءا من تكوين الأخ المسلم الذي لا تلهيه الدنيا عن محبة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون غايته في هذه الدنيا هي مرضاة الله. فهو بهذا حاول أن يجمع أفضل ما عند الصوفيين إلى أفضل ما عند غيرهم، وسنرى هذا وغيره عندما نتكلم عن منهج حسن البنا وعن دعائم وقواعد دعوته في الحلقات القادمة إن شاء الله. وترتيلي ونجوايا.